وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع ووصولا إلى التصنيع المتكامل، وبما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار أيضا المردود الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيا وصحيا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، وقد صرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطة الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة. هذا وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي نماذج من السيارات الكهربائية المزمع توطين صناعتها محلياً.